لقد بادرت الجمعية الوطنية لحرفي وتجار المجوهرات فرع ولاية باتنا على مبادرة وتتمثل في قافلة تحت شعار آمل وتضامن، وتتمثل هذه القافلة في 1000 قفة، وهذه القفة تتمثل في مواد غذائية واسعة الاستهلاك، ستوزع على بلديات ولاية باتنا للأسر المعوزة. هبة تضامنية قدرها 1000 قفة لفائدة المعوزين، بحيث إن شاء الله سنوزع هذه القفة على جميع المعوزين بهذه البلدية، لأنها دراية، لأننا كما قلت أنا ممثل بلدية تشمول، لدينا دراية كافة لفئة المعوزين بهذه البلدية، وسنوزعها إن شاء الله على هذه المعوزين.